السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، فيديو اليوم يخص مادة اللغة العربية للجدح مشترك، تحضير نص العازفة المبدعة. على بركة الله. العازفة المبدعة. الملاحظة: انطلاقا من العنوان، نتوقع أن النص يحكي قصة عازفة مبدعة في العزف، وبعد ملاحظة بداية النص ونهايته ومعرفة صاحب النص، نفترض أن النص عبارة عن قصة قصيرة. ثانيا، فهم النص، تلخيص المثل الحكائي. أخبرنا السارد بقصة نجاح أستاذ موسيقى، كان يعشق هذا الفن عشقا شديدا ويراه أهم شيء في حياته، وكان يحرص على نقل هذا الشغف إلى قلوب تلامذته، ومنهم طفلة كانت تكره الموسيقى كرها شديدا، لكنه استطاع بلطفه أن يحول كرهها إلى شغف شديد، كما تمكن من إبراز ما لديها من موهبة، فتفوقت على كل زملائها في حفل موسيقي حضره أولياء التلاميذ، حيث استأثرت بأكبر قدر من الإعجاب والتصفيق والهتاف، وهنأها والدها والجمهور والأستاذ الذي كان قد ساعدها كذلك على تجاوز الخوف الذي وجدته في نفسها في بداية الحفل. عنوان مقترح: شغف. تحليل النص. ثانيا، تحليل النص. أولا، عناصر الحكاية بمعنى قوى فاعلة: الشخصية الرئيسية الأستاذ وتلميذته الصبية، الحافز النفسي حب الأستاذ لعمله وتأثر الصبية بأستاذها، الزمن يوم جلبت الصبية إلى الأستاذ، يوم الحفل، وقت حلول نوبة صبية، زمن عزفها، بعد العزف، المكان حيث درست الصبية لدى الأستاذ، مكان الحفل، الركن القصي حيث يجلس الأستاذ، الحدث نجاح أستاذ موسيقى محبة لعمله في تحويل مقن تلميذته الصغيرة لهذا الفن إلى شغف ونجاح وتفوق. عناصر النطاق: السارد، نوع السارد شخصية وهمية، وضعية السارد، السارد نوع السارد شخصية وهمية، وضعية السارد، سارد خفي غير مشارك في الحدث، لا يستعمل في السرد إلا ضمير الغياب، مثال ينتظر شبابه، جلبت إليه، الرؤية السردية، الرؤية من خلف، أي أن السرد يعرف أكثر مما تعرفه، الرؤية السردية، الرؤية من خلف، أي أن السرد يعرف أكثر مما تعرفه الشخصيات الأخرى، ويعلم أمور خفية غيبية، مثال إنها تريد أن تسمع كلمة الرضا من فمه. نمط السرد، سرد متسلسل، بداية السرد توافق بداية الحدث، ويستمر السرد بتسلسل زمني متصاعد وترتيب منطقي. أعيد نمط السرد، سرد متسلسل، بداية السرد توافق بداية الحدث، ويستمر السرد بتسلسل زمني متصاعد وترتيب منطقي. الخطط السردية، الاستهلال السردي، وصف أستاذ الموسيقى محب لعمله، وسط السرد، عنصر التحول، العقدة، الانفراج، عنصر التحول، إحضار تلميذة صغيرة تمقت الموسيقى ونجاح الأستاذ في جعلها محبة لهذا الفن، العقدة يوم الحفل حين حانت نوبة الصبية للعزف، الانفراج مساعدة الأستاذ لتلميذته وتشجيعه إياها وعزفها باندماج وإتقان. نهاية السرد، تلقي الصبية أكبر قدر من التصفيق والهتاف والإعجاب والثناء وتهنئة الوالدين والأستاذ الذي نوه بإبداعها. نهاية سعيدة. الأساليب: الفعل الماضي لسرد، أقام الأستاذ حفلة أسلس قيادها. نوع الوصف:
وصف داخلي، وصف وجدان صبية وأفكارها الداخلية. خطت إلى البيان وجلة، تتعتر، حدقت الفتاة. وجلة التركيب: رهان الكاتب على بلوغ غايتين. أولا، كتابة قصة قصيرة ناجحة. ثانيا، إقناع المتلقي برسالة الكاتب بطريقة غير مباشرة عن طريق الإمتاع. هذه الرسالة هي لتنجح في عمل تقوم به، عليك أن تحبه. نوع الوصف: وصف داخلي، وصف وجدان صبية وأفكارها الداخلية. خطت إلى البيان وجلة، تتعتر، حدقت الفتاة. وجلة التركيب: رهان الكاتب على بلوغ غايتين. أولا، كتابة قصة قصيرة ناجحة. ثانيا، إقناع المتلقي برسالة الكاتب بطريقة غير مباشرة عن طريق الإمتاع. هذه الرسالة هي لتنجح في عمل تقوم به، عليك أن تحبه. أي اختر عملا تحبه لتخلص فيه وتنجح. تقويم: قد يبدو هذا النص قديما جدا وبعيدا عن الواقع، لكن إذا فهمنا رسالته نستدرك أنها ما زالت قيمة ونافعة، كما نستفيد من أسلوب هذه القصة، وهذا ما نفتقده اليوم. أي اختر عملا تحبه لتخلص فيه وتنجح. تقويم: قد يبدو هذا النص قديما جدا وبعيدا عن الواقع، لكن إذا فهمنا رسالته نستدرك أنها ما زالت قيمة ونافعة، كما نستفيد من أسلوب هذه القصة، وهذا ما نفتقده اليوم.